إن 19 ماي 1965 لحظة تاريخية في المسيرة الوطنية، عبر من خلالها الطلبة الجزائريون عن روحهم الوطنية ووقفوا جنبا إلى جنب ليعبروا للعالم أجمع عن إرادتهم المطلقة بالالتحاق ببواسل جيش التحرير الوطني ومؤازرة أسر الجزائرية. هذا القرار من طرف الطلبة أبائنا في 1956 كان من أجل استقرار الثورة الجزائرية التي كانت في بدايتها الأولى، ثانيا من أجل توازن مكونات الثورة أيضا 1954، والأهم من كل هذا هو تقوية وتجسيد الوحدة بين مكونات الثورة الجزائرية.